بيقولوا الفيسبوك بيعرفك حاجات عن أصحابك وعيلتك ويقصر مسافات، وبيعلن عن بضاعتك وبيعزز قناعتك بشوية منتجات، وبيوفر فلوسك وبيوسع نفوذك. سوشيال نتورك ضخمة مفتحة بين بلاد، ما تقولش مفيش مقارنة لجرايد ولا مجلات. أنا قلت أحط شغلي على صفحة تجيب لي فانز، والمرة أبص بصة على ناس كتير عزاز. أول ما دخلت الفيسبوك لقيت كل الناس قاعدين، ده عبارة عن قهوة كبيرة، ناس ترغي وناس سمعين، جواها خلق ياما بالذات بتوع زمان، طبعا برضو فيها صغيرين كمان. قرايبي اللي في مدارس بيخشوا علي وماتي، مرات خالي وابن عمي وجيراني وكمان خالاتي، وناس من ثانوي ومن اعدادي ومن الدقي والمعادي. لقيت حازم وحسام واحمد وصلاح والشام، ولقيت اشرف وخليل، ودي صفحة لام نبيل. اول ما دخلت خبطت في واحد من القدام، وعشان محدش يزعل هنقول اسمه همام. همام انا عارفه كويس، كان واد غلبان ومتيس. ادي يا سيدي همام اللي انا اعرفه طول عمري، وهو ده همام اللي على الفيسبوك ميموري. اصحاب همام في الجامعة كانوا هم يدوبك سبعة خناشير، لكن رجال ملهمش في اي سفالة. اصحاب همام على الفيسبوك 1150، منهم يجي 100 اولاد والباقي كله حريم. همام عامل كتالوج وحاطط فيه الانجاز، ادي صوره في شرم الشيخ، ليه يا ابني الاستفزاز؟ وادي صور العين السخن ومليها مناظر سخن، وهنا صوره في بلاد بره ولا فيها ميه ولا خضره، عامل عرض الازياء ببدل كل الالوان زي شرايط توفيق، عارفينها بتاعت زمان. صفحه همام اخدتني عن الناس بتوع الجامعه، احمد وشريف ومحمد، وادي حمدي وسامح سمعه. بصيت على صفحه زيزي بتقلد المشاهير، غالبا البيت اتهبلت وشاريه فريق تصوير، عامله صاله عرض صور للمعجبين كلهم زي بعض وبتغير الفساتين. علاء وشريف وعماد غاويين مايوهات، عاملين على الفيسبوك خدمه بيوروا الناس عضلات. شاهناز وشيرين وزينات لابسين كل سوريات، وساعات بتلاقي في ايديهم مشاريب محطوطه في كاسات. شلبيه وابتسام اللي ساكنين في شبرا، هيروز ولاست وفريندز وانسبايرد باي اوبرا. بس الحق يتقال في ناس كتير جمال، بتعرفهم الصوره اللي فوق على الشمال، تلاقي صورتها ورده او بطه ولا قطه، او جوزها واقفه جنبه، او صوره للعيال بتقولها كده بالبلدي شوفوا غيري يا شباب، لو حتى لنفسي صورة مش واضحة وبالحجاب. وسيد اللي كان عمره ما يبان زعلان، دايما بتشوفه بيضحك على الفاضي وعلى المليان، على طول دلوقتي مكشر مش هو بتاع زمان. يوماتي يحط بوست ويقول انا سو مشغول، البيزنس واخد وقتي، مدير شركة زغلول. متصور وهو في لندن وروما ومدريد وباريس، ومش جايب سيرة عيلته وبابا الحاج خميس. وائل طول عمره عاقل دلوقتي بتاع مشاكل، يشجع البرادعي ومقاطع الانتخابات، على طول فاضح ابوهم بوستات وفيديوهات. بصراحة عنده حق، العدل شكله مات. ولقيت حاجات لذيذة، نكت وإفهات وفيديوهات كوميديا وقصص وذكريات، وناس ما شفتهمش من ظهره من زمان، ايام بمبم وسيمة وكرش برتقان. قلت يا عم انا خليني في الصفحة بتاعت الفانز، ادعولي يا رب يزيدوا، يا سلام يوصلوا 90، ولا الحق عمر خالد ونعد بالملايين.